طب اسمح لي اكلمك بس قبل ما نسيب المنطقه بتاعتنا عما هو اخطر واهم. اتفضل يا فندم. ما إيه احنا كلنا اتشدنا بره وسيبنا الملعب، محدش دخل فيه. قبل ما تحصل اللي حصل في اتجاه الصين في اقصى الشرق وما تلاه في اتجاه اوكرانيا في اقصى الغرب، نشوف منطقه الشرق الاوسط حصل فيها حدثين مش عارف ازاي ما انتبهناش ليهم. حدث منهم اللي هو انتقال اسرائيل من القياده الاوروبيه الامريكيه صحيح. الى القياده الانتقام القياده المركزيه صحيح. معنى كده ان القياده اللي هتقود ما في منطقتنا العربيه هي ممكن تبقى اسرائيل بتشتغل مع نفس القوات العربيه في منطقه واحده في اتجاه واحد صح. ده جزء من اعاده الترتيبات، ده نقطه رقم واحد صحيح. رقم اتنين المشروع الابراهيمي او الاتفاقيات الابراهيميه والاسرائيل اللي دخلت بقت من الخليج الى المحيط. ترتيبين دول حدثوا في منطقتنا العربيه واحنا انشغلنا بما يحدث في الصين، واخد بال حضرتك، وانشغلنا بما يحدث في اوروبا وسبنا منطقتنا. طب ايه اللي بيحصل وليه؟ وكانوا دايما يضغطوا في فيينا ان الوقت مش في صالحنا، الوقت مش في صالحنا عشان ايه؟ وبعدين زي ما احنا بنتكلم، هل وارد فعلا ان اثناء بيحاولوا يفجروا المشهد في اوكرانيا عشان يعملوا حاجه ضد ايران؟ احنا يمكن ما فيش الاسبوع ده هوت ولسه لحد دلوقتي مشروع شغال، امريكا بتدير مشروع في منطقه الخليج في 51 دوله مشتركه في البحرين صحيح تمام. قياده القياده الاسطول موجوده في البحرين. إذن في شيء ما يعد له منذ فترة في هذه المنطقة ضد مين ومين اللي هيشترك فيه؟ إيه اللي ممكن يكون بيعد يا فندم؟ اللي بيعد أولا عشان نبقى عارفين إن إيران يعني زي ما نقول إيه بتزداد بشكل، وشفنا إن وقوف الصين وروسيا معاها خلوها يعني تخرج أو تشب على الطوق زي ما بيقولوا، وموجودة إيران بقوة وبتتحدى أمريكا في أي قرارات. يعني أحد الفائزين زي ما قال اللي هو خالد وأستاذ سفير تمام. تركيا لها مشروعها وحققت برضو مجموعة من الأرباح، إنما هنا إسرائيل، وإحنا قلنا إن الشرق الأوسط الكبير اللي هو بيعتمد على إسرائيل، وإن إسرائيل هتبقى اليد الأمريكية في الشرق الأوسط التي تحرك. ده مش شديد يا ست اللي هو معلش ما هو أيوه بس إحنا بنتكلم أمريكا بقى لها أنت بتتكلم أنا بكلمك على أحداث حصلت على الأرض يعني قصدي دلوقتي لم يتغير الأمر شيء لا. لأنها طول عمرها إيد أمريكا في المنطقة ماشي، بس إيه اللي بيحصل النهاردة؟ ما كانش إن إسرائيل لها العلاقات اللي كانت موجودة مع الدول العربية في الخليج أو في الغرب في المغرب العربي. لا ده إسرائيل فردت، إسرائيل بقت لم تعد هي على الأقل في المشهد لم تعد هي العدو رقم واحد بالنسبة للدول العربية، أصبحت إيران هي العدو الأول بالنسبة للدول العربية. طب هل ده وارد أن يبقى في حاجة بتخطط ليها خلال المرحلة القادمة ضد إيران لو لم تعود إلى الاتفاق النووي مرة أخرى؟ وارد جدا. يعني ترجح أن يكون هناك ضربات إسرائيل إيران بشكل مباشر شيء، ولكن زي ما احنا تعودنا دايما امريكا لا تدخل حرب وحدها ابدا، لازم بتعمل. شفنا في حرب تحرير الكويت عملت تحالف قد ايه، حتى لما دخلت تحارب الارهاب في سوريا عملت تحالف قد ايه، فهي بتعد تحالف ما، بتدرب قوات بشكل ما اللي احنا بنشوفه دلوقتي اللي بيتم في هذه المنطقه. اذا انا بقول إن لا نستبعد على الاطلاق أن يكون هناك، بس المشكلة اللي أمريكا يكون هناك إيه بس؟ لا يكون هناك إيه؟ ضرب تحالف لإيران؟ ضرب لإيران ما هناك اللي بيحصل في فيينا لحظة واحدة يعني ده عكس اللي بيحصل في فيينا ما هل نجحت فيينا في تقارب؟ هل نجحت فيينا لحد دلوقتي؟ في انسداد برضه هل نجحت فيينا؟ الإدارة الأمريكية الحالية بتتفق مع التقديرات الإيرانية، هي إيران رايحة في هذا الاتجاه أو إيران هو الخوف من إيران تضع حالة انشغال بأوكرانيا، لكن في غياب أزمة أوكرانية لا مش هيبقى في ضربة. محظور يخيف أمريكا قبل إسرائيل. إسرائيل لو تركوا لها القرار هتضرب أو هتدخل ضد إيران من اليوم إسرائيل. ولكن الرادع الأساسي لإسرائيل وأمريكا أو تحديدا
أن إيران أو القيادة الإيرانية لن يضرها ولديها استعداد أن تتحمل خسائر بالملايين وتقف قدام أمريكا وتدير معركة مع اللحم الأمريكي المنتشر في الخليج، وده اللي يعمل خسائر اللي يخيف أي قيادة أمريكية إن هي تواجه. سيادة الأم معلش برضه، والدكتور محمد كمال والدكتور عبد المنعم يراجعوني، تصادف أن الإدارة الأمريكية الحالية اللي هي الديمقراطيين هم متبنين مشروع العودة مع إيران، وحتى صقور السياسة الأمريكية الحالية هم الذين أبرموا الاتفاق. فبالتالي أنا برضو العقل لا يستوعب، أنا مش قادر أهضم فكرة إن أمريكا هتسيب إيران، مش قادر أهضمها. مش هتسيبها لسبب واحد، للاحتواء المزدوج للمنطقة، طيب. العرب وإيران ده حاجة، إنما هناك نوع من الضغط من الردع على إيران للوصول بها لأقصى ما يمكن من تنازلات. ده المنطقة العربية هنا في هذه المنطقة زي ما بقول في تشكيل ما بيحصل في منطقتنا العربية بعد علاقات إيران، بعد علاقات إسرائيل بالدول العربية، بعد نقل إسرائيل إلى القيادة المركزية، ده لابد وأن نفسره وأن يكون هناك توقعات لأشياء أخرى. ولذلك احنا كمصر بنعمل ايه دلوقتي، وده اللي احنا بنبص له، ان لا القدره المصريه يجب ان تزداد باي شكل من الاشكال، نعتمد على نفسنا بشكل كبير. رقم اثنين، لا نستبعد مهما كان في ناس بتخرج من التحالف العربي، الا ان احنا في حاجه ان احنا نلملم شمل الدول العربيه باكبر قدر ممكن، لاننا قد نضطر جزء من مشروعك المصري قد نضطر الى المواجهه بالشكل اللي بيحدث الان، لان الملعب يعد لاسرائيل.